مرحبا بكم. ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية وميكانيكا الكم، والذي اكتشف إنتاج الطاقة عن طريق التقسيم الذري، والذي دائما ما ترتبط بأذهاننا صورته ويخرج لسانه للعالم. هو أكثر من استخدم ذكائه في حياته، ولهذا السبب لم يمنع العالم نفسه من التساؤل عن سر هذا الذكاء. لذا فلنشاهد ذلك الفيديو لمعرفة هذا السر ونعرف ماذا حدث لعقل أينشتاين بعد مرور 63 عاما على رحيله عن عالمنا. وقبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. عندما يذكر الذكاء فإن ألبرت أينشتاين هو أول الأسماء التي تتواتر إلى أذهاننا، فقد قضى طفولة قاسية في صغره ولم يستطع التحدث حتى في عمر الثالثة ليتقن التحدث بشكل كامل في سن التاسعة، وانعزل عن بيئة المحيطة به بشكل تام. بدأ أينشتاين رحلته العلمية حينما مرض والده وأراه بوصلة. لفتت تلك البوصلة انتباه أينشتاين كثيرا، فرغم أنه رأى تحرك السهم مرارا وعودته لنفس الاتجاه، إلا أنه كان يشك بأن يكون السهم متأثرا بعوامل خارجية تجعله يتجه نحو الشمال دائما. وفي 17 من عمره دخل امتحانا بالجامعة الاتحادية السياسية السويدية، واجتاز اختباري الرياضيات والعلوم فقط، ورسب في التاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية. وبناء على هذا الاختبار التحق أينشتاين بكلية التجارة، وبعدها بعام التحق بنفس الاختبار مرة أخرى واستطاع تجاوزه كاملا تلك المرة، وقد خطى خطوات ثابتة في هذه العلوم ليفيد العلم باكتشافه للتقسيم الذري. ولكن دعنا نخمن ما الذي يميز عقله عن سائر البشر. بناء على أقوال العلماء إن تأثر الذكاء بالبيئة المحيطة به قليل، فإن الأذكياء يتأثرون بنسبة 40% ممن حولهم بالبيئة وفي مجال العمل أيضا. ولو نظرنا للأشخاص الأعلى ذكاء في العالم لا يمكننا استنتاج قواسم مشتركة واضحة فيما بينهم. فعلى سبيل المثال نيوتن مكتشف الجاذبية، والذي سقطت على رأسه تفاحة ليكتشف من خلالها الجاذبية، ولكن الكثير من الناس الأخرى لم تنظر لذلك الأمر من نفس الاتجاه. والآن لننظر سويا إلى بعض الغرائب الخاصة بأينشتاين. الكل يعلم أن النوم عامل مؤثر في نسبة ذكاء الإنسان، فهل كنت تعلم أن أينشتاين ينام يوميا 10 ساعات، وأنه قد اكتشف النظرية النسبية خلال نومه، حيث تتيح الموجات الكهربائية للمخ تنمية الذكاء الشخصي، وتتيح له كذلك وضع حلولا استنتاجية لأمور عدة. إلا أن هذا الأمر لا يتعلق بالذكاء بل بالحلول المنطقية. ومن المعروف أيضا أن أينشتاين قد صرح أنه لم يحب المدرسة وأنه كان يكره الحفظ في رحلته العلمية. حسنا، هل تعرفون ما هو طعام أينشتاين المفضل؟ لم يكن الطعام من الأشياء التي يهتم بها أينشتاين في حياته، بل كان يأكل ما يعينه على استمرار الحياة فقط. ولكنه في نفس الوقت لم يتنازل قط عن رياضة المشي اليومية، فكان يسير كل صباح بشكل منتظم، حتى أنه حينما كان يعمل بجامعة زيورخ كان يذهب إلى العمل سيرا على قدميه، أي ما يعادل سير 5 كيلومترات يوميا. ونتج عن اكتشافه للتقسيم الذري وكذلك ميكانيكا الكم أثرا كبيرا في أن يصبح اسما لامعا في العالم أجمع وفي كل زمان وحتى بعد مماته. وقد تم الشروع بعد وفاته في تشريح جثته للكشف عن السر الخاص بعقله، فبدأ طبيبه توماس هاري خبير الأنف والأذن الذي كان متحمسا بشدة لهذه الفكرة وحتى يكشف عن السر الذي ينتظره العالم. ولهذا السبب خرج عن الإطار التشريحي المعروف، وفي عام 1955 تم الإفصاح بأن عقل أينشتاين يشبه تماما عقل الإنسان العادي ظاهريا، وأن وزنه هو 1230 جراما. وقد صوره الطبيب هاري صورا كثيرة، وقام بتقسيم العقل إلى 170 قطعة وتجميعها مرة أخرى، ثم وضعها بعبوات وأخذها لبيته وأخفها تحت المنضدة. ومن ناحية أخرى انتزعها ناري أمراس طبيب العيون الخاص بأينشتاين عيون الجثة بعد الوفاة وبدون علم أحد من أهله، ليسلم إياهما الجثة خالية من العين والدماغ. ثم قام الطبيب باستخراج التقارير اللازمة بالأبحاث والقيام بالدراسات اللازمة للعمل على هذا الأمر من المشفى، مظهرا أنه يريد الكشف عن أسرار العقل، إلا أنه كان ينوي غير ذلك. إلا أن طبيب عائلة أينشتاين قد أخبر العائلة بأن الجثة خالية من العين والدماغ، ولكن كان ذلك بعد انقضاء أعمال الجنازة، فذهب ابنه هانسال إلى المشفى وهو في قمة غضبه بسبب هذا الفعل. وبعد عدة محاولات تم إقناعه بأن هذا الأمر قد تم من أجل العلم، مما اضطره لقبول الأمر في النهاية. وصرح هاري الطبيب الذي تم طرده بعد ذلك من المشفى بعد أن استحوذ على العقل أنه قد اكتشف الأسرار الخاصة بعقل أينشتاين، وأنه سيقوم بكتابة تقريرا مفصلا شاملا موضحا كافة الأسرار للعالم.
كان هذا التصريح بعد وفاة أينشتاين بـ40 عام. أما بالنسبة لتوماس بريفاي ففي عام 1990 وبناء على قرار فجائي فقد قرر تسليم العقل لحفيدة أينشتاين. تسليم العقل الآن بعد كل تلك السنوات للأسرة ليس بالأمر الهام، فخلال تلك الأعوام أرسلت العينات للتجارب واستكشاف خبايا هذا الدماغ، وأصبح كل من يعرف بهذا الشأن يطلب جزءا لكي يقم عليه بعض الدراسات. وفي عام 1980 قام هاري بإرسال جزءا من العقل لأحد الخبراء، وكانت نتيجة تقارير هذا العالم أن نسب الجوليون مرتفعة داخل دماغ أينشتاين، إلا أن الطبيب توماس هاري قبل وفاته في عام 2007 أعطى جامعة بريش جزءا من عقل أينشتاين لدراسته وبحثه، ثم تسلمه الدكتور أليت كراويس بقسم العلوم بالجامعة. وبهذا الشكل فإن عقل أينشتاين قد تم فحصه من علماء في عصور مختلفة، ورغم أنه لا يوجد اختلاف بين عقله وعقل الإنسان العادي إلا أن هناك فروق طفيفة من حيث الحجم. ومن أبرز أقوال أينشتاين: القضاء على التعصب أكثر صعوبة من الانشطار النووي. لا نستطيع حل مشاكل الناس الناتجة من صميم عقولهم. تستحق الحياة العيش من أجل الآخرين فقط. الإنسان الذي لم يقترف الخطأ هو في الحقيقة لم يجرب شيئا جديدا، شيئان بلا حدود، الكون والحماقة، ورغم أني لست متأكدا من كلاهما. وقد ألف الرجل الذي خبأ عقل أينشتاين بحقيبته وانتقل به لأمريكا كتابا ويمكنكم قراءته. وأنتم أيضا ماذا تعتقدون بهذا الأمر؟ يمكنكم الإجابة بقسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.